السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة حول انتفاضة تشرين القائمة في العراق. 8 أيام دامية شهدها العراق جراء القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين المنتفضين لإسقاط النظام والمطالبة بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي في بلد رفعت حكومته شعار الديمقراطية وكتبته في دستورها، ولكن الأرض شهدت غير ذلك، إذ تشير التقارير الحكومية إلى وصول ضحايا المظاهرات التي انتشرت في بغداد ومحافظات عراقية أخرى إلى 165 شهيدا وأكثر من 6000 جريح، ولكن الناشطون والحقوقيون والأهم المتظاهرين أكدوا أن الأرقام تجاوزت رقم الحكومة بخمسة أضعاف. قناصة وميليشيات وقوات حكومية قمعت وقتلت واعتقلت وعذبت متظاهرين وصحفيين وناشطين شاركوا في المظاهرات ولا تزال، وحكومة وعدت وتعد كل يوم وفي كل أزمة ولا يلمس منها المواطن إلا الهواء والهراء كما وصفه المتظاهرون. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا الكرام، للوقوف على مشهد المظاهرات الشعبية ضد الفساد في العراق يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام الأستاذ حاتم الفلاحي. أهلا بكم أستاذ حاتم. حياكم الله، أهلا وسهلا. ومن لندن عبر سكايب مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، نوجه لك التحية دكتورة فاطمة. وكذلك واضح الصوت. وكذلك من بغداد عبر الهاتف الناشطة المدنية رتاج الحمداني. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول بالحديث والتفاصيل مع ضيوفنا الكرام، نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن المقاطع المصورة لعملية القنص التي تعرض لها المتظاهرون في بغداد والمحافظات على يد القوات الحكومية والميليشيات. لم ينل منهم وعيد الحكومة وترهيب أجهزتها، استمروا بالتظاهر، نالتهم طلقات القناصة، فكان المشهد في بغداد بهذا الشكل. وكأنها ساحة حرب، يقف الرائي مصدوما والسامع مدهوشا وهو يشاهد توحش الرد الحكومي تجاه متظاهرين عزل لم يطالبوا إلا بحقوقهم المسلوبة. فراهنت الحكومة كما في السابق على إبر الوعود التخديرية أو حقن التهدئة من بعض رجال الدين، يئست من ذلك كله فقررت أن ترد برصاص في الرأس يسكت الضحية ويرهب رفاقه. على هذا راهن النظام الحاكم في العراق وبهذه الدموية الصادمة بأكثر من 120 شهيدا خلال أيام فقط، لعله يئد انتفاضة خرجت من رحم أحلام الشباب الثائر فحولها إلى برك دماء. نفت الحكومة مسؤوليتها عن عمليات القنص، وذاك لا يدعو إلى الريبة فقط بل يدعو إلى الاستهجان مع تكامل صورة القاتل ووضوح ملامحه، فهو يقتل من مسافة قريبة وبعيدة ويستخدم كل الأسلحة المتاحة وعلى مرأى العالم. وخر. تلقى الشباب الثائر الرصاص بصدر عار ورأس مرفوع، شاخص العينين على الخضراء، ثابت القدمين في بغداد، تجاوز مطالب الخدمات والبطالة إلى اقتلاع النظام ككل، وترسخت في عقله فكرة تؤكد أن الرصاص لن يثني عزيمة صاحب حق، آمن بأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، ودم الشهداء يشعل ما تبقى من دماء باردة، اليوم في التحرير وغدا في الخضراء، وعد لا يبدو أن أصحابه سيخلفوه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ مع الأستاذ حاتم الفلاحي. أستاذ حاتم، مصادر طبية تتحدث عن 165 شهيدا وأكثر من 6000 جريح،
هذه الأرقام وصفت من قبل متظاهرين ناشطين وكذلك حقوقيين بأنها غير دقيقة وغير صحيحة حكوميا، لأن الرقم الحقيقي بنظرهم هو 5 أضعاف هذا الرقم. كيف تابعت التعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدي قناة الرافدين ولضيفتكم الكريمة. بداية دعني أقول بأنه الرحمة لشهداء العراق ولشهداء هذه الانتفاضة، انتفاضة تشرين. أنا أعتقد بأن الأرقام التي أعلنت عنها حكومة المنطقة الخضراء هي أرقام غير حقيقية، وهذه الأرقام هي أكبر بكثير مما ذكر حسب وسائل التواصل الاجتماعي، وستظهر الأرقام الحقيقية بعد فترة. أنا أعتقد بأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في احتواء هذه المظاهرات التي خرجت بصدور عارية لتواجه قناصة المنطقة الخضراء والميليشيات الطائفية والإيرانية التي استخدمت القوة في فض هذه الانتفاضة. أنا أعتقد بأنه الوضع العراقي الآن هو وضع سيء جدا، وأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تلبي مطالب المتظاهرين، لأنها هي نفس الوجوه التي حكمت العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. أنا أعتقد بأن القضية هي قضية تراكمية، هذه الفشل هو فشل تراكمي، وهذه الوجوه هي وجوه مدورة في العملية السياسية، لن تستطيع أن تقدم شيء للشعب العراقي. وبالتالي مسألة استخدام القوة أنا أعتقد سيزيد الذين خرجوا وانتفضوا في هذا الشهر، سيزيدهم ثباتا وسيزيدهم إصرارا على تغيير الوضع القائم في العراق. أنا أقول وأن وضع الشارع العراقي الآن يغلي بشكل كبير جدا. هذه المظاهرات هي خطوة مهمة لفترة قادمة ستؤسس لمظاهرات ستكون أكثر انتشارا من ناحية الرقعة الجغرافية، لتشترك فيها محافظات أخرى. وأعتقد بأن حسابات القيادات التي أشرفت على خروج هذه المظاهرات، وإن لم تكن ظاهرة الآن حسب أو تكون مناطقية، ستجعل الذين قائمين على هذه المظاهرات يحسبون حساب استخدام القوة في ردع كل من يحمل السلاح بوجههم في الفترة المقبلة. هذه هي خطوة مهمة إلى الأمام، وأعتقد بأنها ستؤسس لفترة قادمة سوف تسقط الحكومة في المنطقة الخضراء إذا لم تكن هناك معالجات جذرية. وأنا أشك في أن هذه الحكومة وهذا البرلمان يستطيع أن يقدم شيء، لأنهم لم يقدموا شيء طوال فترة 16 سنة من الفترة الماضية من الاحتلال، فلن يستطيعوا أن يقدم شيء في خلال هذه الفترة. سأعود لك بعد قليل أستاذ حاتم، أنتقل للدكتورة فاطمة العاني عبر سكايب. دكتورة فاطمة، هل هذا التعامل، وطبعا ما يحدث الآن في العراق هو وارد في المعايير الدولية بالنسبة للقانون الدولي أو القانون الإنساني في طريقة التعامل مع المتظاهرين بهذا القمع الذي شهدناه؟ رحمة الله، أحييك وحيي مشاهديك وضيفك الكريم. أهلا وسهلا. وفي البداية لابد من الرحمة على شهدائنا الأبطال والصبر لأهاليهم، وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع جرحانا. يعني بالنسبة إلى تعامل الحكومة مع هذه التظاهرات، والحقيقة هذه ليست المرة الأولى، تظاهرات عبر سنوات كثيرة وكانت نفس المنهج ونفس الأسلوب الحكومي في التعامل مع هذه التظاهرات، هذا لا يوجد له أي وجود في المعايير الدولية. المعايير الدولية تنص على حرية الإنسان في التعبير عن رأيه، ويجب على الحكومات أن تكفل وتضمن هذه الحرية. بالإضافة إلى ذلك يجب الإنصات إلى مطالب المحتجين، مطالب المتظاهرين، تشكيل لجان للتحاور معهم والاستجابة لمطالبهم، وليس المجرد فقط الإظهار أمام وسائل الإعلام بأن هناك تحاور وبعد أن فترة قصيرة يتم اعتقاء هؤلاء المحتجين وتغييبهم أو قتلهم ودون الاستجابة، بالإضافة إلى مطالبهم. الحقيقة الحكومة العراقية لا تتبع أي نهج يعني قانوني أو معيار دولي في التعامل مع التظاهرات، بل على العكس من ذلك تستعمل القسوة، تستعمل القوة، تستعمل العنف، تستعمل أساليب، بالإضافة إلى ذلك أساليب خبيثة، تحريض ضد المتظاهرين، إلصاق التهم بهم، نشر الدعايات الكاذبة، حتى أن هذه الدعايات أيضا تؤثر حتى على بعض من هم شرفاء في القوات الأمنية ويدفعهم إلى التصدي بعنف لهؤلاء. دكتورة فاطمة، بالنسبة للمعايير الدولية، يعني الأمم المتحدة أو أي جهة دولية حقوقية خرجت بتقارير فقط تشير إلى القلق وتشعر بالأسف لما يحدث من عنف وتتمنى ألا يتصاعد الموقف أو يتصاعد في العراق الآن،
لماذا هذا التصريح أو هذه التصريحات الخجولة التي تخرج من منظمات أممية معنية بحقوق الإنسان ومعنية بحرية التعبير كذلك؟ نعم، مع الأسف الشديد يعني أن الوضع بالنسبة للأمم المتحدة لم يخرج عن إطار القلق والأسف والدعوة للحكومة في يعني عدم الرد بالعنف والالتزام على القوات الأمنية أن تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، وكأنما هؤلاء المتظاهرون جاءوا وحاملين للسلاح، مع العلم أن الذي شاهدناه هو مظاهرات سلمية لا يحملون سوى الراية، وأحيانا حتى لا توجد راية، بل أن ملابسهم يستخدمونها في الدفاع عن نفسهم ومن أجل أن يتصدوا للغاز المسيل للدموع. الحقيقة نعرف نحن جيدا الآن وضع الأمم المتحدة، الحقيقة الذي هو وضع الأمم المتحدة أصلا مقلق للغاية، لأنها يعني تستخدم أساليب في التعامل مع حقوق الإنسان في العراق مقلقة للغاية، فهي لا تستجيب ولا تقوم بتقديم تقارير الحقيقة منصفة حول أوضاع الشعب العراقي، مع العلم أنها يعني قد أشرت بعض ما يعني بعض هذه الأوضاع في تقاريرها، ولكن في الحقيقة هي تحاول دائما التغطية على ما جرائم الحكومة العراقية ويعني تصويرها على أساس أنها مجرد ردود فعل وحالات فردية وغيرها، يعني هي تقف تماما بجانب الحكومة العراقية دون أن تطور هذه المسألة حول مثلا عقد رفع هذا إلى مجلس الأمن والدعوة إلى عقد جلسة طارئة ومناقشة هذا كما يحدث في بعض الدول من تدخل مجلس الأمن الدولي وتدخل الأمم المتحدة من أجل الاستجابة لمطالبات الجماهير في تغيير أوضاعها المأساوية. سأعود إليك بعد قليل دكتورة فاطمة، أنتقل للأستاذ حاتم. أستاذ حاتم، بماذا تميزت هذه المظاهرات ونحن في يومنا الثامن منها؟ نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال دعني أقول بأنه هذه المظاهرات كفلها الدستور العراقي الحالي الذي كتبه الاحتلال وكتبته الثلة الموجودة في العملية السياسية. كفل ثلاثة أمور، أولا حرية الرأي، والمسألة الثانية كفل حرية الصحافة، والمسألة الثالثة كفل حرية التجمع والتظاهر حسب المادة 38 من الدستور الحالي. نسأل احنا الحكومة الآن، أين حرية الرأي؟ أين حرية التجمع والتظاهر؟ أين لماذا انقلبتم على الدستور؟ أين الديمقراطية التي زعمتم أنكم جئتم بها إلى العراق؟ لماذا قطعتم الأنترنت؟ لماذا هذا التعتيم الإعلامي؟ لماذا قطعتم الطرق؟ لماذا استخدمتم القوة في قمع الشعب بهذه الطريقة هذه الطريقة العنيفة يعني؟ واعتداء على صحفيين وغلق مكاتب. طيب، لماذا اعتديتم على مكاتب القنوات التي نقلت جزء من الحقيقة الموجودة في الشارع العراقي؟ هذه تعطي دلالة واضحة على أن النظام الموجود في العراق هو نظام سادي تديره عصابة في المنطقة الخضراء، تديره إيران بشكل كامل هذا النظام. والدليل على هذا بأنه عندما يخرج فالح الفياض ويتكلم بأنهم يعرفون المتآمرين، طيب عندما تعرفون المتآمرين لماذا لا تعرفون الناس التي تطلق الرصاص على الأبرياء من الشعب العراقي الذي خرج بصدور عارية بمظاهرات سلمية؟ لماذا لا تعرفون من الذي استخدم العنف واستخدم القوة المفرطة في تفريق المظاهرين وقمعها بهذه الطريقة السادية؟ هم يعرفون جيدا ماذا يجري في العراق، أما رئيس الوزراء يقول بأن نحن لم نعطي الأوامر، إذا أنت لم تعطي الأوامر من الذي فعل هذا بالمتظاهرين؟ أين أجهزتك الأمنية؟ أين الأجهزة الاستخبارية؟ طبعا المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه أولا الثلة السياسية الموجودة في العملية السياسية، لا أستثني منهم لا البرلمان ولا الحكومة، جميع من شارك في هذه العملية السياسية بعد عام 2003 هو مستفيد من الوضع القائم في العراق ولا يريد تغيير هذا الوضع. النقطة الأخرى، إيران لا تريد أن يغير الوضع القائم في العراق. إيران مستفيدة من الوضع القائم في العراق بشكل كبير جدا، وهذه المظاهرات صدحت بأصوات عالية بأنه يجب على إيران أن تخرج، يجب على إيران برا برا، وكثير من الشعارات التي نددت بالتواجد الإيراني في العراق. وبالتالي هذه صرخة مدوية، نحن الآن بهذه المظاهرات كأنما العراق رجع إلى المربع الأول من العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي والإيراني إلى العراق. هناك فشل ذريع في هذه العملية السياسية، وبدأ الآن الشعب العراقي يعرف المؤامرة بشكل كامل، حتى وإن حاولوا في فترة من الفترات أن يستخدموا الشيعة كتخندق طائفي بتخويفهم من السنة. الآن الأوضاع اختلفت بشكل كبير جدا، إيران لا تريد أن يغير الوضع القائم في العراق حتى ولو دخل الحرس
الثوري ببدلته الرسمية، علما أنه متواجد الآن من خلال جمعيات ومن خلال شركات ومن خلال شركات سياحية وغيرها من الأمور الأخرى، إضافة إلى التواجد والاستشارة العسكرية التي تقدم للحشد الشعبي. ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أيضا لا تريد أن تغير الوضع القائم في العراق، لأنها الآن هي من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر سياسيا من خلال تشكيل الحكومة، هذه الحكومة الضعيفة التي لم تستطيع أن تكمل كابينتها الوزارية لحد هذه اللحظة. كيف لها، كيف تكون ثقة للمواطن العراقي بأن هذه الحكومة ستقدم لها خدمات وستعيد كثير من الأمور إلى أنصابها الصحيح، وهي لم تستطيع أن تكمل كابينة وزارية لحد هذه اللحظة بعد سنة ونيف من تشكيل الحكومة؟ هذه الحكومة شكلت بتوافق ما بين قائمتين فتح وسائرون، وهذه مخالفة أخرى للدستور العراقي الذي يتغنون به ليلا ونهارا. أنا أعتقد بأن الأطراف المستفيدة هي أطراف كل من شارك في هذه العملية السياسية، إيران مستفيدة، ولكن هذا كله على حساب الشعب العراقي بجميع أطرافه، سواء كانوا سنة أو شيعة، كانوا كردا أو عربا. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حاتم، ننتقل إلى الناشطة المدنية رتاج الحمداني من بغداد. أهلا بك رتاج، بداية لو تصفين لنا أوضاع المظاهرات الآن التي خرجت في بغداد اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تصحيح بالاسم، أنا رتاج الجميلي. رتاج الجميلي، معذرة، نتشرف، تفضلي. بالنسبة للكلام اللي هسه سمعته من الإخوان، كل يعني يدل انه على صحه الكلام. يعني اباده جماعيه بادت مناطق الشيعه جدا. نعم. يعني كل بيت عراقي في مدينه الثوره او مدينه صدام او مدينه الصدر حاليا. نعم. هي لها شهيد. خرجوا مطالبين مطالبه لانه نريد وطن. مطالبة هسه يريدون وطن، يعني ما نريد احنا قبضة او نريد كهرباء او نريد ماي او نريد اي شيء من الديمقراطية او من الحرية اللي هم. الو. نعم رتاج، اسمعك، تفضلي. رتاج، طيب بغداد بغداد والعراق بالكامل شهدت عمليات قتل للمتظاهرين، هل كان قتل المتظاهرين؟ وانت متابع رتاج، هل تسمعينني؟ قتل جماعي، قتل جماعي، يعني مو قتل قتل جماعي. خلي اكمل الفكره بس يا رتاج، اسمحي لي بالسؤال. كان قتلا للمتظاهرين جماعيا عشوائيا، ام كان تصرفا فرديا من افراد القوات الامنيه، ام كان برايك عملا ممنهجا يستهدف المتظاهرين بشكل واضح؟ هم ليسوا قوات عراقيه. نعم. أنا أثبت لك أنهم ليس قوات عراقية. نعم. العراقي لا يفعل ما فعله بالمتظاهرين. نعم. العبادة كانت بالساحة بالميدان كانت جماعية، وحتى يعني تفننوا، يعني تفننوا. نعم. تفننوا بالقتل مالتهم. نعم رتاج، شكرا للمشاركة. ننتقل للدكتورة فاطمة العاني. طبعا رتاج الجميلي كان ناشطة مدنية كانت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لها. ننتقل للدكتورة فاطمة العاني. دكتورة، الرصد الميداني أثبت أن عملية القنص أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، كيف يتم تشكيل القوات المتصدية للمتظاهرين الآن في ظل حديث السلطة عن عدم دخلها في فيما يحدث من انتهاكات حدثت للمتظاهرين؟ نعم، يعني في الحقيقة في أي تظاهرات، يعني القوات التي تتصدى لأي تظاهرات أو احتجاجات تختلف عن القوات التي تذهب إلى ساحات المعارك وتكون مسلحة بأحدث الأسلحة وبأقوى الأسلحة. التعامل مختلف. أولا يجب أن يتم مراعاة حقوق الإنسان، يعني هذا متظاهر هو فقط يريد أن يعبر عن رأيه، هو يعني يعاني من أوضاع سيئة، أوضاع معيشية، سوء خدمات، حتى ولو أراد أن يطالب بإسقاط النظام أو تبديل الحكومة، هذا حق مضمون ومقفول في كافة الدساتير وفي القوانين المحلية أو الوطنية أو الدولية. إذن هل هو
لمجرد أن يتكلم بكلمة له هذا العنصر الأمني له الحق أن يقتله، هذا لا يمكن وغير جائز، لا قانونيا ولا أخلاقيا، ولا يجب التصرف بهذا التصرفات. بالعكس نرى أن هذا هو الذي يحدث في العراق، أن تأتي قوات مدججة بكافة أنواع الأسلحة، حتى أسلحة ثقيلة يتم ضرب المتظاهرين بها. أيضا القوات التي تقوم بهذه الأعمال غير معروفة، بعضهم ينزلون بمجرد ملابس سوداء ومقنعين ولا يحملون حتى أي إشارة انتماء إلى أي نوع من أنواع القوات الأمنية. مشاهد عنيفة، قتل في الشوارع أمام أنظار الناس، مما يؤدي يعني هذا كأنما إعدامات ميدانية للمتظاهرين. أيضا قوائم تنزل بأسماء، يعني تصل العديد من المنشورات التي تؤكد حصول وجود قوائم لدى القوات الأمنية من أجل مطاردة صحفيين إعلاميين، أسماء مرموقة تقود هذه التظاهرات، ناشطين. هل يتم التصدي للتظاهرات بهذه الطريقة بالقوة والقتل القتل دون أي داعي لهذا القتل؟ أين التحاور؟ أين الجلسات مع المتظاهرين، الإنصات إلى حقوقهم، وكيف يتم الاستجابة إلى مطالبهم وحقوقهم؟ يعني دكتورة برهم صالح رئيس الجمهورية قال الحكومة أو السلطة التي لا تلبي رغبات مواطنيها العراقيين المتظاهرين لا تستحق البقاء في السلطة. يعني هو اعتراف واضح وصريح من الحكومة بإدانة نفسها. الشعب يريد إسقاط النظام، هو شعار رفعه المتظاهرون منذ أول يوم. ماذا يعني أن تسوف الحكومة هذه المطالب لتختصرها بكهرباء وماء وبطالة؟ نعم بالتأكيد، يعني الحكومة تريد أن تحافظ على منصبها وعلى ما اكتسبته من هذه المناصب، لا يهمها الشعب إذا يحصل على حقوقه، يحصل على ما يطالب به، وهذا ليس هم الحكومة. الحكومة جاءت أولا هي منصبة وجاءت في ظل الاحتلال، هذا يجب أن يكون بنظر الاعتبار، وبدستور وضع تحت الاحتلال. وهذه الحكومات منذ مجيئها، منذ بدء تشكيلها من بعد عام 2003، جاءت على أساس ما تمليه عليها الولايات المتحدة الأمريكا مناصفة مع إيران، لأن لديهما بكلاهما لديهم عملاءهم في هذه العملية السياسية التي يريدون أن ينفذوا مخططهم. إذا لا يوجد هناك استجابة للمتظاهرين، لا يوجد هناك أي حق للعراقيين داخل وطنهم، حتى الحق في الحصول على الوطن كما نسمع من المتظاهرين. نحن لا نعرف أن لدينا وطن. طبعا الوطن هو ليست مجرد يعني كلمة، هو حقوق، هو مكان تستطيع أن تعيش به بحرية. نعم سأعود إليك بعد قليل دكتورة فاطمة. أستاذ حاتم، طرح هذا السؤال كثيرا، لماذا لم يشارك أهالي المناطق الغربية التي تعرضت للقصف، ونكون بصريح العبارة السنة، لماذا لم يشاركوا في هذه الانتفاضة التي حدثت في العراق، رغم أن هناك سنة فعلا شاركوا من أهالي بغداد وبعض المحافظات الأخرى، لكن الغربية؟ نعم بداية دعني أقول أرجع إلى تاريخ الحراك في العراق والمظاهرات التي خرجت، يعني هل هي هذه المرة الأولى أم كان هناك حراك سابق؟ في عام 2010 كان هناك حراك كبير جدا لعدد من المناطق والمحافظات وخاصة في الجنوب ضد الحكومة، حكومة المالكي آنذاك. ثم بعد ذلك في عام 2011 أيضا تكررت هذه المظاهرات مرة أخرى. وفي عام 2013 كان الحراك السني الذي استمر لأكثر من سنة ونيف أيضا خرج للمطالبة بحقوقه. ثم في عام 2015 خرج حراك آخر في زمن العبادي وأجروا عدد من الإجراءات والإصلاحات كما قالوا. ثم في عام 2018 بلغ الحراك ذروته في المناطق الجنوبية بسبب عدم وجود ماء صالح للشرب في هذه المحافظات الجنوبية. والآن تكرر هذا الحراك الآن في هذه السنة. إذن نحن أمام حقيقة حراك متصاعد يغلي منذ سنوات طويلة بسبب تراكم المشاكل في العراق وعدم تقديم أي خدمات لهذا الشعب المكلوم. حتى وصلنا إلى عام 2019. الآن عندما نريد أن نتكلم عن الحراك، لماذا لم تخرج المناطق السنية؟ المناطق السنية عندما خرجت تم اتهامها بالإرهابيين، وتم اتهامها بالتآمر، وتم اتهامها بالبعثيين، وتم اتهامها بشتى التهم الأخرى بتبعيتها للخارج وما إلى ذلك. إذن خروج هذه المظاهرات مرة أخرى
أنا أعتقد سيعطي تبرير للحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، بقتل المتظاهرين على اعتبار بأنها هذه هي جزء من مؤامرة كبيرة تجري في العراق. لذلك لم تخرج المناطق السنية، علما بأنه الدوافع لخروج المناطق السنية هي أكثر بكثير من كثير من المناطق الأخرى. أولا هذه المناطق يوجد فيها مغيبين ومخطوفين قسرا تتجاوز أعدادهم، أصبحت من 12 ألف تصل إلى 20 ألف في هذه المناطق. المسألة الثانية بأن هذه المناطق كثير منها لم يسمح لأهلها بالرجوع من قبل ميليشيات الحشد الشعبي لحد هذه اللحظة. المسألة الأخرى بأن هذه المناطق لم تعمر، البنى التحتية مدمرة، ولم يتم تعويض كثير من المحافظات مثل محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين، محافظة الموصل. هناك بعض الإجراءات التي لا تكاد تذكر في مسألة إعادة الإعمار. الإضافة إلى هناك مشاكل أخرى بأن ميليشيات الحشد الشعبي الآن تسيطر على هذه المناطق سيطرة تامة وتسومها سوء العذاب. أضف إلى ذلك عفوا أستاذ، المعاناة في المخيمات كذلك، ورفع الحكومة يدها عن معاناة الناس الموجودة الآن بلا طعام بلا غذاء، إشكالات كبيرة جدا، إشكالات على مستوى الخدمات، على كثير من الأمور الأخرى. إذن هناك دوافع كثيرة لهذه المحافظات يجب أن تخرج، ولكنها لم تخرج حتى لا تعطي التبرير لبقية للحكومة باستخدام القوى ضد المتظاهرين. ولكن أنا أعتقد بأنه عندما خرجت هذه المظاهرات أسقطت ذريعة بأن هذه الحكومة الشيعية هي جاءت لتدافع عن الشيعة، وأن هناك من يريد أن يستهدفهم من الطرف الآخر. هذه سقطت تماما، كما أن الحشد الشعبي الذي شكل لحماية المذهب وحماية الناس أيضا أسقطت هذه الفرية الآن عن هذه الميليشيات، لأنها هي الآن من تتصدر المشهد، وهي من تقتل الآن المتظاهرين بدم بارد. هذه المظاهرات ستؤسس لمظاهرات قادمة ستكون رقعتها الجغرافية أكبر بكثير، وسيكون هناك تنسيق عالي، وستأخذ في حساباتها القيادات في مسألة خروج المظاهرات المقبلة، ستأخذ في حساباتها بأن الحكومة والميليشيات الإيرانية ستستخدم القوة لفض هذه لفض المظاهرات المقبلة. أنا أعتقد بأنها خطوة مهمة جدا، وأعتقد بأن عدم خروج المظاهرات أعطى هذه المظاهرات قوة بشكل كبير جدا، وأضعف موقف الحكومة المنطقة الخضراء، لأنها هزة عنيفة لكل الذين شاركوا في العملية السياسية، هزة عنيفة لميليشيات الحشد الشعبي، وهزة كبيرة جدا لأتباع إيران في العراق. طيب، سأعود إليكم ضيفي الكريمين بعد قليل. مشاهدين الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. طرق عديدة اتخذتها الحكومة وأحزابها وميليشياتها لدرء الخطر عن نفسها والمحافظة على مصالحها الشخصية ومناصبها، حتى أنها لم تفكر بالثمن مقابل ذلك، كما في كل تظاهرة أو ثورة يقوم بها أبناء الشعب العراقي ضد الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. إلا أن الثمن هذه المرة كان غالياً، حيث استشهد أكثر من 120 متظاهراً وأصيب الآلاف بآلة القمع الحكومية وميليشياتها في محاولة منها لإيقاف حدة التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام بالكامل وإلغاء الدستور ومحاكمة الفاسدين. فبينما كانت عمليات القمع الوحشي مستمرة باستخدام القوة المميتة لفض التظاهرات السلمية، واصل المستوى السياسي في العراق من رئاسة وبرلمان وحكومة إطلاق وعود كاذبة بتلبية مطالب المتظاهرين. لدينا مشروع سنقدمه خلال الفترة القصيرة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا. تصريحات وصفها المتظاهرون بأنها لا تتجاوز كونها مناورة من أجل كسب الوقت لكسر إرادة المحتجين. ولعل ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى من المتظاهرين وتراكم الأدلة على تورط القوات الحكومية في عمليات القمع والقتل يجعل من المستحيل الوثوق بأي رواية رسمية للأحداث أو بالوعود الجوفاء التي تطلقها الطغمة السياسية. لا شرعية لأي عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم. هذا واجبنا، التشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لإيجاد فرص عمل وتقديم معونة مالية للعاطلين وتأهيلهم، ولا سيما الخريجين وحملة الشهادات العليا وغير ذلك من الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء في مبادرات اقتصادية وخدمية عاجلة. بالشكوك استقبلت الوعود الحكومية بزيادة الإنفاق وفتح أبواب التوظيف وغيرها،
لا سيما في ظل ضعف الأجهزة الحكومية وانتشار الفساد، ولعل هوشيار زيباري وزير المالية السابق شاهد يشهد من أهلها، حيث أكد أن التعهدات التي قدمتها الحكومة لتهدئة المتظاهرين غير قابلة للتطبيق في ظل عجز الموازنة لعام 2020 الذي سيزيد على 30 مليار دولار. وعود الحكومة لم تستطع إقناع المتظاهرين، بل زادتهم إصراراً على متابعة مسيراتهم باتجاه المنطقة الخضراء التي يتحصن فيها أعضاء الحكومة والبرلمانيون خوفاً من غضب الشارع العراقي المتزايد، مطالباً بإسقاط النظام. مستمرين لحد ما يسقط البرلمان ويسقط هذا الحكم الفاسد. نطلع 5 نطلع 10 نطلع مليون مستمرين. هي إذا تراجعنا بعد مجلسنا راح 300,000 شنو نعرف عن 300,000؟ بعد ماكو مطالب، ما عندنا مطالب، ما نريدكم شلع. اسقاط دولة، اسقاط دولة، لا مطالب نريد ولا قطع اراضي نريد. صرنا 17 سنة ما عندكم، لا عندكم حكاية، مو تكبرون هاي الشباب. الشباب وعية، وعت الشباب، العالم وعت، ماكو منا ان شاء الله. وهكذا يترك المتظاهرون مطالب سنوات مضت بتوفير الخدمات الأساسية والحصول على فرص عمل وغيرها، ليركز مطالبه في إسقاط النظام الحاكم في العراق، النظام الذي جعل العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية. مشاهدينا الكرام، نعود إلى الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، يعني لو افترضنا جدلا أن هذه المظاهرات لم تصل إلى العالم، كان هناك تعتيما إعلاميا واضحا، لكن الوقفات التضامنية والمظاهرات التي قام بها العراقيون في الخارج في أغلب دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، ألم تعطي رسالة، أم توصل رسالة الناس الموجودة في العراق أن هناك قمع يحدث، هناك انتفاضة تحصل في العراق الآن؟ لماذا غض النظر الدولي هذا عن القضية العراقية، رغم أنهم ربما إذا حدث انفجار في أي دولة في العالم بينهم اتفاقات وليسوا متوافقين مع حكومتها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها؟ دكتورة فاطمة، هل تسمعينني؟ الصوت غير واضح مع الدكتورة فاطمة، سنعود إليها بعد قليل. أستاذ حاتم، الآن في العراق قمع واضح حكومي، لكن التساؤلات هي هل ما يحدث الآن هو بتوجيه من القيادة المباشرة للقوات، القائد العام للقوات المسلحة، أم الأيادي الإيرانية هي التي تلعب دورا فيما يحدث الآن من قمع؟ نعم، هنا نحن في هذه الإجابة نحن أمام قضيتين. نعم، أولا سواء كانت بتوجيهات من القيادة العامة أو لم تكن بتوجيه من القائد العام، ما يجري يتحمله القائد العام للقوات المسلحة. كل جرائم القتل التي حدثت للمتظاهرين خلال هذه المظاهرات يتحملها القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال عمرها. هذا أولا. المسألة الأخرى، نحن حقيقة أمام حقيقة واقعة أن الأمر في العراق يدار من قبل الميليشيات الإيرانية الولائية التي تتبع إلى إيران. نعم، وهذه تعمل خارج إطار الدولة. قسم من هذه الميليشيات تقاتل في سوريا منذ سنوات، والقسم الآخر موجود داخل العراق ويأتمر بإمرة إيران ولا يأتمر بإمرة الحكومة العراقية. وكانت هناك عدد من الأوامر الديوانية التي صدرت في الفترة السابقة. نعم، كثير من هذه الميليشيات رفضت تطبيق الأمر الديواني الذي صدر من قبل رئيس الوزراء. نعم، إذن نحن أمام حقيقة ماثلة بأن كثير من القوات التي يعتبرها الآن هي جزء من القوات المسلحة هي خارج إطار الدولة وتعمل ضمن التوصيات الإيرانية. نعم، وهناك توصيات وهناك كثير من الأمور التي صدرت من قبل إيران على أنه يجب التعامل بعنف مع هذه المظاهرات التي كانت نسخة منها في إيران قبل سنوات عديدة في عام 2010 واستمرت لحد هذه اللحظة. حتى في العام الماضي كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا في إيران نتيجة الغلاء المعيشي التي تعاني، وتم التعامل معها بنفس القوة، ولذلك هناك توصيات صدرت من إيران حسب مواقع للتواصل الاجتماعي بأنه يجب أن تتعاملوا معها كما تعاملت إيران مع هذه المظاهرات في فترة سابقة. وهناك صدرت أوامر من قبل سليمان إلى الميليشيات باستخدام العنف ضد هذه الميليشيات. ولكن نحن نقول بأن هذه المظاهرات لماذا خرجت؟ هذه المظاهرات خرجت عندما نعرف بأنه البطالة في العراق وصلت إلى 40% حسب صندوق النقد الدولي، إحصاءات صندوق النقد الدولي. عندما نتكلم عن خط الفقر هناك أكثر من 32% من الشعب العراقي هو تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية لعام 2018. عندما نتكلم عن السكن العشوائي هناك 13% هم سكن عشوائي لا يجدون مكان يستطيعون أن يسكنون فيه في العراق. طيب، إذا كانت الحكومة تريد أن تعمل هذه الإجراءات وهذه الحكومة
الحزم الإصلاحية، ما الذي منعها طوال هذه الفترة الماضية 16 سنة لم تعملوا هذه؟ لماذا الآن عندما وضع الآن على المحك، وعندما خرج الشعب، عندما وصل إلى طريق مسدود في التعامل مع هذه الحكومة التي قدمت مصالحها الشخصية ومصالحها الحزبية ومصالحها الفئوية على مصالح الشعب، بل قدمت مصالح دول أخرى في المنطقة على مصلحة شعب العراق، وهذا ما حصل في التعامل مع ميناء خور عبد الله، هذا ما حصل في التعامل مع إيران طوال هذه الفترة الماضية. هناك كثير من آبار النفط سيطرت عليها إيران، وهي من تقوم باستخراج النفط وهي تابعة إلى العراق، وصمتت عنها جميع الحكومات السابقة لحد هذا اليوم. نحن أمام إشكال كبير جدا في هذه الثلة السياسية التي جاءت إلى حكم العراق بعد عام 2003، وسيطرت على مقاليد الأمور، وهي بالأصل هي تابعة لدول خارجية وتعمل لمصلحة هذه الدول. نحن أمام إشكالية كبيرة جدا في مسألة التظاهر الذي خرج، انفجر الوضع العراقي لأنه لم يعد يحتمل الوضع في العراق بأن تبقى هذه الثلة تتصدر المشهد وتريد أن تصلح. هذه الخطابات الرنانة التي نسمعها من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء، أين كنتم قبل هذه الفترة؟ أين كنتم قبل خروج هذه المظاهرات؟ لماذا لم تقومون بهذه الإجراءات وأنتم تعرفون بأن الشعب استمر بالخروج من لهذه المظاهرات منذ سنوات عديدة ويطالب بحقوقه، وأنتم ترون كيف وصل الفقر في العراق إلى مستويات لا يمكن السكوت عليها؟ فيرى الشعب العراقي بأنه وصل إلى مرحلة إذا بقي ساكتا فهو يسير باتجاهه إلى الجهل والمرض والفقر وإلى المخدرات التي عمت العراق وانتشرت به بشكل كبير جدا، انتشار السلاح وفوضى السلاح، ميليشيات خارجة عن إطار الدولة. هناك إشكالات كبيرة جدا في الملف العراقي. عندما يتكلم الآن عن الإصلاحات، العراق مدان بأكثر من 120 مليار، صحيح. كيف لكم أن تقوموا بإصلاحات والخزينة مفلسة، خزينة الدولة؟ هناك إشكالية كبيرة جدا في هيكلية النظام السياسي وبنية النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 الذي بني أساسا على المحاصصة الطائفية. الآن عندما هناك لجان خاصة لكل الوزارات لم يتم الاتفاق عليها بسبب مشاكل المحاصصة الطائفية، وزارات اثنين لحد الآن وزارتين لم يتم الاتفاق عليها بسبب مشاكل المحاصصة الطائفية، ثم يقول لي نريد أن نصلح، كيف تصلحون؟ هذه إشكالية كبيرة. هم يكذبون الآن عندما يقولون نحن لم نعطي الأوامر بقتل المتظاهرين. إذن من قتل المتظاهرين؟ هل يجوز بأن المتظاهرين هم قتلوا أنفسهم؟ يعني على من تضحكون؟ صحيح. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حاتم. دكتورة فاطمة، كنت قد تحدثت قبل انقطاع الصوت مع حضرتك عن الجهات الدولية والحقوقية كذلك التي شاهدت ولم تتدخل، يعني الرسالة العراقية وصلت إن لم تصل عن طريق القنوات الفضائية التي قامت بوظيفة التعتيم على أكمل وجه، ولم تصل عن طريق الإنترنت، فهي بالطبع وصلت عن طريق المظاهرات والوقفات التضامنية التي قام بها عراقيو المهجر في الخارج. لماذا لم حتى تدين أي دولة ما يحدث في العراق؟ لماذا اكتفت بالصمت؟ يعني نحن نتحدث عن الأمم المتحدة نقول خرجت بقلق، لكن حتى هذه الدول الأوروبية الحاضنة للمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية لم تعلق، ترامب لم يغرد على أقل تقدير. نعم، يعني بالتأكيد يعني بالنسبة لي الموضوع واضح. عدم قيام أي دولة بأي ولو بالتعبير على القلق كما قامت الأمم المتحدة أو كما تفضلت بتغريدة من ترامب، يعني هم هؤلاء الدول جميعهم متحدون ضد العراق وداخلون في مشروع ما يسمى بمشروع القرن الذي تنفذه أمريكا، جميعهم داخلون في هذا المشروع. نحن نعرف جيدا أن هناك مخطط ضد العراق، وليس طبعا ضد العراق، العراق هو رأس الحربة، هو مخطط المنطقة كلها، الدول العربية بل حتى الدول العالم كله، وهناك مشروع ينفذ في العالم. هذا المشروع ترعاه مصالح أطراف محددة، هذه الأطراف كانت دول أو شركات أو غيرها لها خططها في هذه المنطقة وتريد السيطرة على هذه المنطقة. إذن يتظاهر العراقيون في داخل العراق، يتظاهرون في الخارج، هؤلاء لديهم عملاءهم في العراق، وهم ينفذون بصورة حرفية كل ما يملى عليهم، وهذا المشروع قائم منذ سنين وترعاه دول عديدة. إذن التظاهر هذا طبعا مطلوب، طبعا هذا لا ينفي انه لا يجب ان نتظاهر او لا، يجب ان يتظاهر العراقيين ويعبروا عن تضامنهم مع العراقيين في الداخل، لان الحقيقه هذه المطالب وهذه المظاهرات تشمل جميع العراقيين، العراقيين في الخارج حتى هم غير مرتاحون ويريدون العوده الى وطنهم. اذا هناك توحد وتضامن، ولكن مع الاسف الشديد
لن نرتجي اي استجابة دولية، لانهم غارقون في مخططهم ضد العراق والمنطقة. نعم سأعود لك بعد قليل دكتورة فاطمة. أستاذ حاتم، هناك نقطة بس أود أن نطرحها لحضرتك وبعد ذلك نكمل أسئلتنا مع بعض. اتهموا المظاهرات بأنها عميلة وهناك خلايا نائمة فيها وهناك مندسين وهناك مخربين، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، وكذلك رئيس الحكومة. فالح الفياض خرج ليتحدث عن محاولة القصاص من المخربين كما وصفهم، هؤلاء المندسين ضمن التظاهرات دائما ما يتحدث، وخامنئي خرج بتغريدة يرفض أن تخرب العلاقات ما بين إيران أو الشعبين الإيراني والعراقي، وهناك كذلك سقطت الأقنعة عن وجوه كانت تتشدق بأنها تمثل الشعب لكنها هربت عندما ظهر الجد. ما الذي نفهمه من كل هذه الرسائل؟ مندسين مخربين، لماذا هذا الشحن وشيطنة هذه المظاهرات؟ نعم، عندما تريد أن تقتل يجب أن يكون لديك مبرر. عندما تريد أن تستخدم العنف يجب أن يكون لديك مبرر لاستخدام العنف. إذا لم تتهم هذه المظاهرات بأنها هناك متآمرين وهناك مندسين وهناك تبعية لجهة خارجية، لن تستطيع أن تستخدم التبرير لاستخدام العنف ضد هؤلاء المتظاهرين. والآن هو السؤال، من قتل هؤلاء المتظاهرين بهذه الأعداد الكبيرة؟ يعني لو كان الآن عندما نتكلم عن إجراءات الحكومة ومحاكمة الذين استخدموا العنف، طيب نحن لدينا قبل ذلك مظاهرات الحويجة عندما تم استخدام مقاربة الحل الأمني من قبل المالكي، أين الذين تم تقديمهم للمحاكمة جراء المجزرة التي ارتكبت في الحويجة؟ أين المجازر التي ارتكبت في جامع سارية، في ديالة، في الأنبار، في الرمادي وفي الفلوجة؟ عندما تريد أن تموع شعلة أي أمر في العراق، ما عليك إلا أن تشكل لجنة للتحقيق ثم ينتهي الأمر. هذا تسويف وليس معالجة. الأمر يكون بأنه من يقول بأنه من أطلق، يجب أن تحدد الجهة بالذات، أجهزة أمنية واستخباراتية ومخابرات موجودة، ويعرفون المندسين ويعرفون المتآمرين لكن لا يعرفون من قتل المتظاهرين. هذه إشكالية كبيرة جدا. هذه المظاهرات أولا هي خرجت بدون إذن من مرجعية معينة ولا بإذن من حزب معين كان موجود، مظاهرات خرجت بصورة عفوية من قبل الشعب بصورة تامة لتشمل رقعة جغرافية كبيرة جدا بمناطق ومحافظات في وسط وجنوب العراق، بالإضافة إلى المحافظة، بالإضافة إلى العاصمة الحبيبة بغداد. إذن هذه المظاهرات لم تكن مدفوعة من قبل جهة معينة، وإنما هي خرجت نتيجة الوضع السيء الذي وصل إليه العراق. سؤال فرعي، نعم، أين المرجعية وأين الصدر الذي ذبحت المنطقة المسمى على اسم عائلته؟ وأين المرجعية التي تناشد وتطالب بمحاربة الفساد وارتجى منها الشارع الذي تظاهر أن تخرج بفتوى كالذي خرجت به عندما حشدت للحشد الشعبي؟ نعم، هو لماذا خرجوا بدون فتوى من المرجعية؟ لأنهم انتظروا المرجعية أكثر من 16 سنة. انتظروا التيار الصدري الذي تبنى المظاهرات في عام 2015 وجاء الصدر ودخل إلى المنطقة الخضراء وجلس لمدة يوم ثم خرج وقال سينفذون وسنعطيهم لمدة 6 أشهر، ولم يجري شيء لحد هذه اللحظة. الناس وصلت إلى قناعة بأن هؤلاء هم جزء من منظومة الفساد الموجودة في العراق، وإلا لماذا صمتوا على ما يجري في العراق طوال هذه الفترة؟ الآن حتى استخدام العنف، هم لماذا يستخدمون العنف؟ هم يستخدمون العنف لعدة أسباب. أولا يستخدمون العنف لإجبار المتظاهرين على الرجوع إلى بيوتهم. عندما يقتلون بهذا العنف بهذه الشدة هي رسالة واضحة بأنه من سيخرج منكم للتظاهر سوف يتعرض للقتل، إضافة إلى أنها رسالة إلى الآخرين الذين ينوون الخروج لإسناد إخوانهم في الشارع. يقولون لهم من يخرج سيكون مصيره هذا المصير الذي هو القتل، واتهامهم بشتى أنواع التآمر ومدسوسين وما إلى ذلك لغرض تبرير مسألة القتل التي تجري الآن في الشعب العراقي. هناك إشكالية كبيرة جدا في تعامل الحكومة مع هؤلاء بمحاكمة القناصين. نحن نريد الآن أن يخرجونا ما هي الأعداد التي استخدمت لقتل المتظاهرين أو الجرحى. الجرحى الآن أكثر من 6,000 شخص. صحيح. طيب كيف قتل هذا العدد أو جرح هذا العدد الكبير ورئيس الوزراء لا يعلم من قتل ولم يعطي الأمر؟ إذن من أعطى الأمر؟ صحيح. من أعطى بغداد الأمر؟ بغداد أليست محصنة؟ أليست منتشرة فيها أعداد كبيرة من القوات ولجان التفتيش والنقاط؟ بغداد تعمل فيها قيادة قوات بغداد التي تتكون تقريبا من 4 فرق عسكرية. فيها الشرطة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الشرطة الاتحادية، قوات مكافحة الإرهاب، المخابرات، الاستخبارات،
الأمن الوطني جميعهم يعملون ويعرفون ماذا يجري الآن في العراق. والسفارة الأمريكية وإضافة إلى السفارة الأمريكية والإمكانيات الأمريكية التي تراقب الوضع عن كثب. نعم. ولكنها أيضا صمتت صمت القبور بوقوفها مع حكومة المنطقة الخضراء لأسباب كثيرة تريدها الولايات المتحدة منها ضمان بقائها في العراق. وإلا هذه المظاهرات لو جرت في أي بلد آخر لرأينا كيف انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية وكيف صرحت لهذه المظاهرة كما جرى في السودان وجرى في مناطق أخرى. ولكن هذه المظاهرة التي تخرج في العراق يصمتون عنها، هناك تحتيم إعلامي، هناك قطع للإنترنت، هناك حظر لجميع هذه الإشكال، لا أحد يتكلم عنها لا من الدول الأوروبية ولا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على الأجواء العراقية بصورة تامة وتعرف ماذا يجري في العراق. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حاتم. دكتورة فاطمة، هل استخدام هذا العنف الذي شاهدناه مكن الحكومة من إخماد هذه الانتفاضة؟ وإذا كان كذلك، هل يمكن أن نلقي بلائمة على الشعب الذي واجه السلاح بصدور عارية؟ بالحقيقة يعني دائما وفي تاريخ الشعوب لا توجد أي قوة تستطيع أن تقضي على قوة الجماهير في المطالبة بحقوقها والحصول على حقوقها. وأبسط مثال وليس ببعيد ما حدث للبشير في السودان وكيف تم إنهاء حكمه بهذه الطريقة وحتى محاكمته والكثير من الأمثلة على مر التاريخ. لا يوجد هناك ديكتاتور يقتل الشعب ويصفهم بالمتآمرين ويستعمل معهم لغة الوجهين، نحن من معكم ونضمن حقوق ونريد أن نحقق مطالبكم، ومن ورائهم يحدث العكس يعني ويبقى في السلطة. في النهاية الحق كله بجانب الشعب، والحق سوف يصل إليه وسوف ينال الشعوب مطالبها. أما أن تستمر الحكومات بهذه الطريقة فهي تستمر لفترة معينة وسوف تنتهي، لا تستطيع الصمود أمام قوة الجماهير. الشعب قليلا قليلا سوف يعني ينظم أموره وسوف يتخذ أساليب أقوى من هذه الأساليب، من هذه التظاهرات. ونحن شهدنا كيف أن التظاهرات تحولت من مطالبات بكهرباء بما تحولت إلى مطالبة بإسقاط النظام، مطالبة بإسقاط التدخلات الأجنبية وغيرها وغيرها. إذن على العكس، الشعب سوف يستمد قوته من هؤلاء الذين سقطوا شهداء، من هؤلاء الجرحى، من عوائلهم الآن التي فجعت. دكتورة فاطمة، في دقيقة واحدة لو سمحتي، الآن هناك حديث دائر عن أن هناك مطالبات عراقية في الخارج بمطالبة للحكومات التي يحملوا جواز سفرها بعض المسؤولين الموجودين في العراق والمتهمين بالقمع الذي يحدث للعراقيين، هناك مطالبات برفع دعاوى قضائية ضدهم ومحاكمتهم. هل هناك مساعي منكم كمنظمات إنسانية ومنظمات حقوقية بتدويل هذه القضية ورفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء؟ نعم بالتأكيد. يعني للتو انتهيت من كتابة تقرير مطالبة الأمم المتحدة برفع ما تعرض له المتظاهرون من قتل إلى مجلس الأمن الدولي، والمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من أجل الضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق المتظاهرين، وأيضا الاستجابة لكافة مطالب المتظاهرين حالهم كما يحدث في دول العالم كافة والأمثلة كثيرة. أما بالنسبة للدعاوى القضائية بالنسبة للذين يحملون جنسيتين ويعملون في العراق كمسؤولين وكرؤساء وغيرها، بالحقيقة يجب أيضا أن يتم يعني تحريك الدعاوى بهذا الاتجاه حتى لو كانت لم تجد أي استجابة، ولكن فعلى الأقل وضحت الفكرة. الاستمرار. دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا لك. في دقيقة ونصف أستاذ حاتم، قراءة سريعة وتلخيص للمشهد بالنسبة للرؤية القادمة لهذه المظاهرات. نعم، دعني أقول بأنه رئيس الوزراء خرج بتصريح سابق. نعم. قال بأن هناك تركة ثقيلة وأنه يخشى على الدولة من التدمير. نعم. وهنا أسألاني، إذا كانت التركة ثقيلة لماذا قبلت أن تكون رئيسا للوزراء؟ وإذا كانت الدولة، أليس الدولة الآن مدمرة؟ نعم. الآن هو يريد أن يحيل كثير من الفاسدين إلى المحاكم، لماذا لم تحيلهم قبل سنة مثلا؟ نعم. لماذا الآن يجب أن أنا أعتقد بأنه الحكومة عاجزة عن تقديم شيء للشعب، وأن هذه المظاهرات وإن لم تستمر إنها ستؤسس
لمظاهرات ستكون أكثر شمولية في الفترة المقبلة، وسيبقى صوت الشعب أقوى من صوت البنادق التي يحملونها هؤلاء المأجورين التابعين والمرتزقين لإيران. وسيبقى صوت الشعب هو الحاكم ما بيننا وبين هؤلاء، وسيقول كلمته مهما بقيت هذه الثلة متسلطة على رؤوس العراقيين في سدة الحكم. ولا بد للليل أن ينجني، ولا بد للقيد أن ينكسر. الباحث بوحدة الدراسات الاستراتيجية الأستاذ حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، نكرر الشكر للدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كانت معنا عبر سكايب من لندن، وكذلك للناشطة المدنية من بغداد عبر الهاتف رتاج الجميلي، شكرا لها أيضا لمشاركتنا. أشكركم لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في تغطيات أخرى ومتابعات أكثر للأحداث الجارية الآن في العراق. إلى اللقاء.